يقول في بلدنا قوانين وضعية يحكمون بها، لكن في بعض الأشياء يحكمون بشرع الله كقانون الأسرة والمواريث والنكاح، فهل ينطبق عليهم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهل هم عصاة بهذا الفعل؟ ينطبق عليهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ينطبق أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نعم. يقول